هنعمل حلو كتير سهل وزاكي زاكي. وحتى القدي بقدروا بيعملوه وبتقدر تطلب من امكم مساعدة. وعنا اغراض تيراميسو. هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم حبيباتي؟ اليوم بدنا نعمل حلو كتير زي ما قالت بعنا، كتير بسيط وسهل، وممكن تكون مكوناته موجودة بالبيت. أيوة مزبوط، اللي هو تيراميسو. خصوصا إذا كان بيجي عندكم ضيف فجأة تقدروا تعملوه. طبعا يلا نبلش بالمكونات. بعنا احكينا شو أول شغلة عنا. لحظة طلع دقيقة. هات عنا جبنة كيري 6 قطع زي ما قالت بانا. وشو عنا كمان؟ عنا طلال بقولنا عنا قشطة، اوكي، علبة قشطة. وعنا كريمة دريم ويب شانتير. وعنا حليب مكثف. وكيكه. اوكي، وعندنا كاكاو للزينه. كاكاو وكيك. وعندنا فانيلا. وشو كمان؟ وعندنا كمان جايز هون حطينا بالصحن مي ومعلقتين نسكافيه. اوكي، وبالكاسه هون حطينا معلقه صغيرة نسكافيه، خلطناها بالمي عشان نحطها بالخلطه. واخر شيء حليب. انا كاسه حليب هاي للكريمه، بس اهم شيء تكون بارده، الحليب بارد. وهذا الطبق اللي بدنا نحط فيه اللي تيراميسو. وكمان جايز عندنا الخلاط. طبعا اذا الاطفال بدهم يعملوا هاي الحلو، ماما بتساعدهم بخلط الكريمه. اوكي، نبلش نخلط الكريمه، شو رايكم؟ اوكي، طبعا بنحط الكريمه. حطيها بانا هون. انا في الكريمه. ماما واحده ولا كلهم؟ تنتين. انا هاي انت واحده. ماما اعطيني الصحن بليز. حطينا باكيتين الكريمه. حطينا الكريمه. اوكي، بانا حطي كاسة الحليب. اوكي، تقدري؟ اوكي، شوي. وهلا جايز ماما قاعدة تخلط الكريمة. بعد ما ماما حطت الكريمة وخلطتها هيك صار قوامها. إذا هيك صار قوامها شو بنحط؟ الجبنة. يلا كل شيء. هاي أول أمر أنت. يلا تحطي كمان. يلا ما بعرف حطينا الجبنة. بعدين شو نسوي يا بنا؟ نرجع نخلط. بعد ما حطينا الجبنة وخلطناها بدنا نحط القشطة. السيد طلال إلي بحط القشطة. يلا تفضل يا طلال. هلا بنحط الحليب المكثف. انا بحط النسكافيه، معلقه نسكافيه مع المي، وفي عندنا معلقه فانيليا. بس الحليب المكثف حسب رغبه، يعني نص كاسه. امي هاي شوي
يعني إذا بتكون ياه كتير كتير حلو عادي بتحطه من عندك. خلاص حطيها. خلصنا هيك خلص اوكي شكله زاكي. هلا شو صار معنا بنات؟ جهزت الخلطه اوكي اللي راح نحطها. عندنا البسكوت زي ما حكينا لكم بسكوت الشاي العادي او هو في البسكوت الطويل راح احط لكم اياه بالفيديو. وعندنا هون الكافيه والماي والماي. حطينا هون معلقتين نسكافيه ومي. هلا بنغمس البسكوت. انا بنغمسه وبنحطه بنصفه بالبايركس. بقول لك شو رايك بدون هيك بتصير البسكوت. رح نحط طبقة من الخلطة الكريمة والخلطة اللي عملناها. يلا هيك جايز خلصنا الطبقة الأولى وهلا احنا الطبقة الثانية. الطبقة الثانية نفس الطريقة بنحط البسكوت بالسكافيه وبنصفطه. نزيد هاي جاي بعدين نحط الطبقة الثالثة. اوكي يلا ادهنيها ما تخلي البسكوت يبين. اوكي بس هون شوي على الطرف. مبين بالضبط لكم. والأخيرة الطبقة الثالثة والأخيرة نفس الشيء بنحط بنغمس البسكوت بالنسكافيه وبنصفطه فوق. هلا نحطها بالثلاجة لمدة 4 ساعات. 2000 years later. حبيباتي رجعت لكم بعد 4 ساعات لما حطيناها بالثلاجة. وهلا احنا بنزينها بالكاكاو بس بدنا مصفاي. حطينا كاكاو بالمصفاي ونخلناها مثل هيك. هي بس منظر يعني وتقدروا تزينوها شو ما بدكم. وهلا هي جاهزة للأكل. رح نقطع قطعة ونشوف.
هلا جايز قطعنا قطعة شوفوا منظرها كتير بشهيه. عملنا ميني بايركس. شو بانا عجبتك؟ كلها حلوة. يلا دوقيها وحكينا شو رأيك فيها. شو بانا كيف؟ كتير زاكية. بتنصحيهم يجربوها ولا لا؟ بنصحكم تجربوها، كتير لذيذة وزاكية. وأحلى إشي فيها إنها ما فيها بيض ولا زنخة يعني، وخلال 4 ساعات بتكون جاهزة وصحتين وعافية. إذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي بالكومنت شو رأيكم فيها وكلوها وجربوها وحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب والجرس. باي.